رغم تواضع إمكانياتها تحاول جمعية الإحسان للأنشطة الشبانية رسم الفرحة على أطفال غردية من خلال تنظيمها برنامجا ترفيهيا متنقلا. الهدف من هذه التظاهرة هو تأطير الأطفال في الفترة الصيفية، لأنه كثير من الأطفال في الفترة الصيفية المدارس يخلص البروغرام تاعها، ما يخلص البرنامج، يدخلوا في عطلة صيفية. ولكن احنا كما راكم تشوفوا في ولاية غردايا ولا في الصحراء عموما نقص لمرافق للترفيه ومثل هات المرافق. الحمد لله رانا وفرنا بديل، ولو أنه بديل ماشي كما لازم يكون. الأطفال استمتعوا بدورهم رغم حرارة الطقس بالألعاب الترفيهية والنشاطات المقدمة تعكس ما تعانيه غردايا من قلة مرافق الترفيه. معتني نقطة راني فرحانة وعجبني الحال بزاف، ونشكر الجمعية. ألعب مع أصدقائي وهذه نشاطات. هذا وتجوب القافلة مختلف بلديات غردية خلال هذه الصائفة.